إذا نبقى دائما في جنوب الوطن، ألبسة تقليدية نابعة من التراث، من عمق تراث الجزائري وبالجنوب كما قلت. البازان وتسخنست اشتهر الطوارق بخياطتها وتختلف حسب نوعيتها وثمنها كذلك، ونعم حسب الحالة الاجتماعية لكل فرد. تفاصيل الموضوع نتابعها مع عاصم بخاري وشهيد زيسوي. البازان تسخنست والجلابة الصحراوية ألبسة تقليدية نابعة من عمق التراث الجزائري بالجنوب، وخاصة التوارق الذين اشتهروا بخياطة هذه الألبسة التي تختلف حسب نوعيتها وثمنها. البازان هذه جات من طامر الصد وجوه الصحراء كما ضرر ليزي. تسخنست حاجة دورجين تاع لبسوها التوارق، ما عندهمش ترك حاجة، مازال راهم مربوطين بها. بعد اي مرة تخرج بلا تسان استسمى راهي ماش لابسه. كان قبل لي يستعملوا غير التوارك يمون، وذوك تقريبا عامه قام يستعملوا هنا طش هذا صابو النوويه تاعهم مليح برد في الصيف. الحرفيون المتخصصون في خياطة وطرز هذه الألبسة تنقلوا من المدن الجنوبية إلى الشمال من أجل ترويج منتوجهم وإبراز ثقافتهم وهويتهم. الناس اللي راهم يطرزوها لبريمي يطرزوها خاطر كل واحد بالخدمة نتاعو، اللي بريمي ما يجيش فيها الا طرز نتاعو وحده. يطرزوها طرزة كاين الناس سبيسياليست يخدموها، خاطر كي دير عليها طرز أخرى ما يتمشيلكش، ما يجيش عليها. والديزيم التروازيم اللي جات راه ماشي الحال. لتبقى الثقافة والهوية الجزائرية الصحراوية تختلف من منطقة إلى أخرى، لأنها ترمز عن مكونات المجتمع الجزائري المتلاحم.